الجولة الثالثة لمنافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2015-2016 والنسخة رقم 57 لهذه البطولة. المباراة التي يستضيفها ملعب وستاد السويس ما بين فريقي بتروجيت والأهلي في إطار لقاءات هذه الجولة الهامة. فريق النادي الأهلي الذي طبعا يتواجد برصيد 6 نقاط في جدول الترتيب مع فريق بتروجيت الذي من النقاط 3 نقاط من مباراتين ماضيتين بفوزه على فريق سموحة في الأسبوع الماضي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد بعدما كان استهل مشوار البطولة بالخسارة